الدولة ديال المغرب حتى يتكلم، والمغرب نسيل هاد العمال هذا ما يمكنش، خصهم حتى هما يتكلم، الدولة ديال المغرب تكلم وتهضر وتشوف هاد الناس هادو اللي هما مرميين هنا. انت كتجي عند هاد الفرنسيين ما كيستقبلوك ما كيديروك حتى شي حاجة، وقف الحزة كيبغيونا ودابا بغيناها ما يوقفوش معنا، خصهم يوقفوا مع المغاربة. شوف هاد الشيء اللي صاري ماشي غير في القنصلة تاع فرنسا، في جميع القنصلات. هاد الشيء راه عيب، راه حشومة. الناس راهم خدية ولادهم والعيد، والناس خدامة، كاين اللي كوميرسا، كاين اللي عنده إمكانيات باش خصو يمشي. يمكن خص الناس، خص المغرب الدولة المغربية تكلف تدخل في هذا الشيء، بتدخل في هذا الشيء هذا، وما هادو ما غاديش يديوها فيك. كيقول لك انت فوزيت ناسيوناليتي فرونسي، مي راه غير ورقة زايدة. حنا 100% ماروكان، واخا الانسان ناسيوناليتي فرونسي ولا شي حاجة، هذيك غير ورقة زايدة، راه مغربي كيبقى دائما مغربي. أنا مشيت لفرنسا بنت 19 عام، 48 عام وأنا تماك في فرنسا، ولدت ولادي تم، هاجرنا تم، خدمنا على بلادنا هنايا، دخلنا لورو، دخلنا هذاك، الله ينصر سيدنا. ولكن باش دابا الطيارات كيمشيو كل ساعة كيديو طيارة، مشى فيها فلان، مشى، نقسم لك بالله العلي العظيم، لقاوري معايا صيفطوا لومباساد خلص البيي تم، وأنا تلافت بهذه قلتها ثلاثة المرات، تلافت القنصل بنفسه قال لي اش كتجيك هادي سي تون غوميغ؟ قال لي وي، قال لي مي غي سي مونجي ليغوم افيكيل، هذا ولدي قانون. علاش انا مريضه مشيت شريت الدواء، شريت باقيه ديال البراوات 22000 ريال، انا باغا نمشي تماك يا بلادي في زايدين ولادي، ولادي لهي ولادي هنا ما عارفيني، لا مت هنا انا ولادي فين غادي يشوفوا قبري، شكون اللي غيدفني، شكون اللي غادي يمشي معايا؟ هذا ماشي حق. يديروا لنا حل، كون عيطوك واحد لاداط اكزاكت يقولوا لنا امتى غادي تجيو. هاد خوتنا المهاجرين راه مساكن خسروا فلوسهم في الطاكسيات، كل نهار كيجيو كنوقفوا حتى ديك الايامات، ايامات الفطور، ايامات الجمعه، حتى كيوصل الظهر غادي يقول لنا البوليسي وبسلامه غتمشيو تاكلوا كسكس وسيدي وبصحتكم. واش هذا قانون؟ واش هذه بلاد؟ خاصهم يوقفوا مع خوتنا. كاينين خوتنا اللي ما شاريين مساكن لا دار ما بانيين ما والو، كيباتوا عند الناس جوغا فاكونس، دوك الناس ما تلاوش قابلينهم، كيقولوا لهم حق راكم جبتوا لنا المرض من فرنسا، هاد الشيء هما اللي كيخسروا عليهم. شوف اولدي، هاد الشيء اللي باغا نقول راني قلته ربعات المرات، صافي بغيت نرجع بحالاتي فين كبرت. جو سوي ايسي دوبي لو 7 مارس، اي جافي ان روتور سامبل لو 21 مارس، اي جي ريزيرفي 3 افيون ابري، لو 22 مارس، لو 2 افريل اي لو 20 افريل، اي جي بيردو لي 3 بيي. J'ai laissé mes 4 enfants en France, j'ai laissé ma femme, ma mère, mes frères, mes sœurs. Je vis en France, je paye mes impôts là-bas, je n'oserais même pas parler de binational parce que je suis français. Et je suis plus français que certains qui ont osé dire que je suis gendarme. Et ici, il y a beaucoup de mensonges. En fait, ils donnent un papier aux gens et ils les remplissent. Ils n'ont même pas osé appeler une seule fois. Moi, personnellement, j'ai donné mon portable via des mails, via des appels, 36 000 appels téléphoniques, aucune réponse. Ils n'ont même pas osé m'appeler une seule fois. Je suis en prison, tout simplement. C'est une forme de prison et ils nous lâchent. Sans médicaments, sans aide, sans réservation.